كل الأصدقاء والمتابعين، نحييكم من شركة باور هاوس العراق. عندنا أعظم جنجل طابوق عملاق ثماني الحركة، ومع العقلة يصير 12 لاعب يتمرنون بآن واحد، بي ترايسبس مسند الظهر جهتين، بي سحب أفقي جهتين، سحب من الأعلى جهتين، وكروس أوفر وكيل وترايسبس بالوسط، وثلاث لاعبين ياخذون عقله بعان واحد، هنا لاعب وهنا لاعب وهنا لاعب. وتميز شركه هوليوس بكل القفزات، اقوى من اللايف فتنس، بامامي عريض ومتقابل، وايضا القفزه الصخريه نزلت موديل 2023. ايضا نظام الفلاوين دخل بالعراق موديل 2023، مو تحميل طابوق ولا تحميل اقراص، انما نظام فلاوين تحشيخ، والوزن كلش ثقيل يوصل الى 300 باوند. ترايسبس سيخان امامي، وهناك جهاز طبعان واحد يشتغل، هو دواخل هو خوارج، طحن للمعده، دفش للصدر، ضغط الاكتاف قبضتين المستقيم والمتقابل، نشر للجانب. هاي الاجهزه كلها ماركت هوليوس، وهذا فتح للصدر، وايضا سحب من الاعلى الامامي العريض والقبضه الصخريه والمقلوب، وايضا يتحول الى المتقابل. سحب افقي والقبضه بها متقابل وبها مستقيم. تحول ونظام الفلاوين مسند الصدر والسلايد حسن طول اللاعب. الكيل اللاي، وايضا الاجهزه الجناح اللي تمرن بها ارنولد شوازنجر، تحمي الظهر من الانزلاق وما تصير عنده اي مشاكل بتموج الحركه، ماكو اي ضغط على اسفل الظهر، وبكل القفزات المتقابل والامامي الوسط والامامي العريض. والتحميل اقراص، ايش قد ما تريد تشد وزن تشد وزن. جهاز طحن المعدة يشتغل طحن معدة ويشتغل مشياريًا عن واحد. جهاز كل القاعات اشتروه، يعني تحميل اقراص ويشد على السكس بار. هذا الطحن المعدة، وهنا محول يضرب معدة ويضرب مشياريًا. راح اضرب على هالجهة، والوزن مالته مفتوح، مو كل لاعب يقدر يحمل اقراص 50 كيلو 100 كيلو. هذا الوزن هنا نشد 15، يصير الوزن ثقيل، نشد بعد 15 ثانيه او 10، يصير الوزن كلش قوي، اقوى من اي جهاز، لان هذا الوزن ماله مفتوح ويشد معده ومشاريع. العقله المساعده ماركه هوليوس، وعندنا كل الالوان، اللون الاسود، اللون الماروني، لف الجوانب، الترايسبس خلف الرأس أو ضغط الأكتاف، كيف سيقان النائم، دفش في الصدر المستوي والأعلى والأسفل. أيضا اللاعبين الكروسفيت والكاسك رايت مالهم أعظم جهاز، أزيد من 20 لاعب يتمرنون بعان واحد، كيس للملاكمة، عقلة حر مع التسلق، جهاز في الحلبة الصخرية للتسلق، دبني حر، عقلة أيضا ثانية، رفع القلة، وأيضا التسلق بالعقلة المتقابلة والمستقيمة والصخرية، وكيس للملاكمة. تتوفر أيضا بشركة باور هاوس العراق بمقرنا بشارع فلسطين قرب نادي الترقمان، مصطبة البنج الأعلى مع الحمالة، البنج المستوي، البنج الأسفل، كرسي زاوية 90، مصطبة الأسفل ينخبيها كل الحركات في المعدة، وأيضا الفتح الأسفل، مصطبة اللاري، الباك آرت، مصطبة أسفل غير لون، لون أحمر، وأيضا عندنا ألوان رصاصية، الدفش في الترايسبس، النشر للجانب، البنج
وعندنا السميث ماركت هوليوست حركته كلش فيها سلاسه والجهاز كلش قوي. ماركت هوليوست امريكي اللي كبرس دفع الماكينه ماركت هوليوست يشيل كل صفحه 125 كيلو 125 وذيك الصفحه 250 نص طن 500 كيلو. وايضا الهاكبر وصلنا حديثا موديل 2023 وحضروا التقليد اكو بالسوبر الصيني احنا وكاله بالعراق اصليه ماركت هوليوست شركه باور هاوس العراق الجولف الواقف ماركت هوليوست. وايضا جهاز الهبس ماركت هوليوست للرجال وايضا للنساء. احدث الاجهزه الامريكيه موديل 2023 وصلت حديثا الى مقر شركه باور هاوس العراق الكابتن حسن فؤاد الشحماني.